سنواجه منتخب مرعب في الدور ربع النهائي. هكذا كان تعليق أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو عن مواجهة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي. يا سادة يا كرام، سنتعرف من خلال هذه الحلقة عن التصريحات الكاملة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن المنتخب المغربي، وذلك بعدما تأكد مواجهة المغرب والبرتغال في ربع النهائي بعد فوز الأسود على الأسبان وفوز البرتغال بالستة على المنتخب السويسري. كريستيانو رونالدو أكد بأنه مندهش تماما ومعجب جدا بالمنتخب المغربي. كما أكد كريستيانو رونالدو أن المنتخب المغربي تطور خلال الآونة الأخيرة وأصبح منتخب رائع جدا من بين الأفضل على مستوى العالم. أما عن مباراة المغرب والبرتغال، المباراة المنتظرة والمرتقبة خلال مباريات دور ربع النهائي، فأكد رونالدو بأن منتخب بلاده المنتخب البرتغالي سيحترم المنتخب المغربي بشكل كبير جدا. وأكد رونالدو أن المنتخب المغربي يمتلك الجودة العظيمة جدا 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 لإحراج أي منتخب على مستوى العالم. أيضا في ختام حديثه أشاد رونالدو بخماس المنتخب المغربي ياسين بونو بعد الأداء الأسطوري في ضربات الجزاء أمام أسبانيا، كذلك أشرف حكيمي، حكيم زياش، سفيان إمرابط وسفيان بوفال.